شوفها الاول وبعدين تعلق عليها. اوكي. بس على ان انا لا انا ضربت حد ولا انا سرقت لبس عشان الكلام ده كان كلام واضح من حضرتك. صح لا كابتن مجدي انا قلت انا وضحت ولا ليه يا اسره وليه يا اولاد؟ صح لا ايه الكلام ده؟ الكلام ده كله الزامي يا كوبر ولا اتخانق ولا اي حد يلزمني. كابتن مجدي زي ما قلت ده مجدي. أنا قلت الموضوع كان في قرار إداري فقط، وقلت إن مجدي كان مستعجل، إنما إحنا كاتحاد كورة لم يصدر مننا أي بيان في إساءة لكابتن مجدي، والكلام ده واضح، وأتحدى إذا كان في حد مننا تكلم في هذه المسألة. أنا زي ما قلت لحضرتك، أنا زمان كان كلام واضح، أنا كلامي كان واضح جدا، قلت الكابتن مجدي عبد الغني راح بنفسه ياخد الاسم بتاعه في المخزن مع دخل جوه اوضه المخازن. هذا الكلام انا اعتبرته غير مقبول، وانا قلت له هذا الكلام. ده ما بيقولش انه بقى حرامي، ما حصلش مننا هذا الكلام. انا بهدد ان انا لو ما اخترعش لا ما وهو كابتن مجدي، ما كابتن مجدي ما مين قال ان هو بقى نائب رئيس البعثه؟ طالما صحفي اوضح فيه ايه اللي حصل. ما عملتش لان ما كانش الوقت مناسب. ولا كان في منتدى بس هو القرار اللي خده الباشمهندس هاني. القرار اللي خده الباشمهندس هاني قرار مش صح. حضرتك انا بقول اهو دلوقتي ما كانش وقته اطلاقا قبل البطوله، لان انا ما عملتش حاجه. شوف يا باشمهندس، هذا الاشتباك اللفظي سببه ايه؟ قبل المنتخب ما يسافر هاني ابو ريده رئيس للبعثه، لكن في بعض الايام اول 4 ايام تقريبا او 5 ايام من وجود البعثه في الشيشان هيكون موجود في اجتماعات الجمعيه العموميه بتاعت الاتحاد الدولي، فبالتالي مطلوب حد ينوب عنه في رئاسه البعثه. عنده معظم الاعضاء مسافرين، فهو اختار مجدي عبد الغني، وما كانش صدر قرار من مجلس الاداره بتعيين مجدي عبد الغني، هي اتقالت من هاني كده بق. فبالتالي مجدي عبد الغني رئيس للبعثه في حاله عدم وجود هاني ابو ريده. اللي حصل انه مجدي عبد الغني الراجل عايز لبس رياضي علشان يحضر او يسافر بيه، فراح مقر الهدف بتاع اتحاد الكوره. قال ان انا سالت الراجل عشان اخد مقاسي، حصل بعض الكلام حتى ما لقيتش مقاسي، خدت حاجات مكان. في كل الاحوال ديت اتحاد الكوره شاف ان في مشكله حصلت، والكلام اللي صدر ساعتها عنهم انه حصل اعتداء. مجدي عبد الغني قال ما حصلش اعتداء. لكن ده بيقودني لحاجه، لماذا لا نحترم الراي العام؟ لا انا بيقودني لحاجه بقى ثانيه قبل سيبك من الراي العام، وان ما حدش قال لنا ايه الحقيقه قبل السفر. ده بيدلك على ان برضه في خلل اداري واضح هنا. طبعا انا راجل طالع رئيس بعثه، انا اقعد في الاتحاد بتاعي تيجي لي شنطتي لحد هناك طبعاً. بمقاساتي طبعا، والناس تيجي تاخد مقاساتي في الاتحاد طبعا، ولا اسعى اليها. وده اللي بيحصل، يعني احنا في النادي الاهلي في كل بعثه سافرنا الناس كانت بتيجي تاخد المقاسات في اوض اللبس بالظبط، واللبس بيستلموه في مقرهم بالظبط. لان لو هذا حدث، انما انا اخد بعضي واطلع يحدث مشكله، وبعدين لما حدثت المشكله دي هل فعلا تيقن اتحاد الكره ان مجدي قد اساء استخدام صلاحياته واعتدى على الراجل فغيروا القرار، ولا القرار كان اصلا متغير؟ دي نقطه مهمه جدا. طيب بص بقى، اتحاد الكوره خد قرار بسرعه انه عصام عبد الفتاح رئيس للبعثه في حاله عدم وجود هاني ابو ريده. بناء على الواقعه دي ولا قبليها؟ بناء على الواقعه. بناء على الواقعه، والاتحاد بينهم وبين بعض ادانوا مجدي عبد الغني في هذا التصرف. هو حدث منه ولا ما حدثش هو اللي يقول، عشان كده هو معاه حق في جزئيه ايه؟ انت اخدت قرار هو اختلافه ان ده ما كانش في وقته. لا مش قصه وقته، قصه لو الخطا وقع فده وقته. لو الواقع عشان بيتخرج رئيس بعثه طبعا. لو الخطا ما وقعش فهو راجل نجم كوره، له اسرته طبعا، له جمهوره، له تاريخه، له جونه اللي في كاس العالم، فبالتالي لازم انت تحافظ على كل ده. انت بتدينه بدون اي وجه حق ازاي؟ انت لو انت حققت فمعلش بقى، إذا صحت الواقعة فعقوبتها مش إبعاده عن رئيس البعثة،
لا لا لا، ده احنا كده بنستخف بالمسألة قوي. اذا كان الخطأ وقع فخلاص اكتفيت بده يعني، واذا ما كانش وقع بتشهر بيه وتسأله في الحالتين؟ لا هو هو كمان في الحالتين هل هو تم ابعاده؟ لا هو راح والتحق، لا وكان ملتصق بالفريق ونزل لا الملعب. لا لا لا، هو سافر لوحده بعد كده، لا سافر على طيارة المنتخب من هنا ولا كان معهم، هو سافر بطريقته واخد بالك، وانضم للبعثة هناك في بعض المباريات وبعض الفترات، لكنه ما كانش في التشكيل بتاع البعثة بسلطاتها. اللي كان موجود جوه البعثة أربعة: هاني أبو ريدة بعد ما خلص اجتماعات الفيفا، عصام عبد الفتاح رئيس للبعثة، أحمد مجاهد، الدكتور كرم كردي، ومحمد أبو الوفا. واخد بالك، دول الملازمين للمنتخب في كل تنقلاته، وكانوا موجودين معانا في جروزني لغاية لما رجعوا. كابتن مجدي